هاي، انا نادين الشربيني. لو انت بتحبي الناتشورال سكين كير ريميديز هقول لك حالا على 4 حاجات تقدري تستخدميهم هتلاقيهم عندك في المطبخ. اول حاجه البطاطس. البطاطس دي من الحاجات اللي موجوده تقريبا عندنا كلنا، وممكن تستخدميها بطريقتين. اول طريقه تهرسيها وهي نيه وبعدين تحطيها على بشرتك وتسيبيها 10 دقايق، او ممكن تقطعيها زي الخيار وتحطيها تحت عينك، وده هيشيل كل الدارك سيركلز وكل الرينكلز وكل الحاجات دي. ولما تستخدميها بشكل روتيني مع الوقت هيبقى بشرتك فيها نضارة وهيبقى شكل جلوي وفريش على طول. الكركم برضو من الحاجات الهايلة للتفتيح، فانتي لو لسه راجعة من الصيف اعملي بيست فيه كركم وشوية ليمون، هيبقى مليان فيتامين سي وانتي اوكسيدنتس، هيفتح لك بشرتك ويرجعك تاني زي قبل ما سافري. الطماطم برضو من الحاجات اللي عندنا كلنا في التلاجة وممكن نستخدمها بطريقتين. اول طريقة هتاخدي عصير الطماطم هتحطي عليه شوية ليمون وهتعملي منه بيست تحطيه على بشرتك، وده هيساعد ان هو يصغر مساماتك، ودي حاجة كلنا تقريبا عندنا مشكلة فيها. تاني حاجة زي ما عملنا مع البطاطس هنقطع الطماطم شرايح نحطها في الحتت اللي عندنا فيها بلاك هيد زي المناخير او عند الدقن هنا، وتسيبيها شوية ومع الوقت هتقلل ظهور البلاك هيدز تماما. اخر حاجة، حاجة موجودة عندنا كلنا في المطبخ، العسل واللبن. الاتنين دول بيقدروا ان هما يشيلوا الاكني وفي نفس الوقت بترطب بشرتك بطريقة طبيعية. جربي تستخدميها شهر وهتشوفي ريزلتس مختلفة جدا في بشرتك. دي الناتشورال ريميديز اللي انا شخصيا جربتهم في البيت وساعدوني جدا وسهله ومبتاخدش اكتر من 5 دقايق. قولولنا انتوا ايه مشاكل بشرتكم واحنا هنقولكم في الكومنتس ازاي تحلوها.